دي يا جماعة شالي اللي هي من ضمن الثلاثة شالي اللي موجودة هنا في سيوة. شالي اللي أنا فيها دي اللي هي شالي غادي، وفي اللي هناك اللي بعيدة دي لو تبصوا هناك كده دي شالي أغرمي، شالي أغرمي، وفي واحدة ثالثة كمان اسمها شالي الجارة. شالي الجارة يعني عشان دي شالي غادي من القبيلة، وشالي أغرمي قبيلة أغرمي، وشالي صباح الخير والسلام عليكم. تاني يوم النهاردة ليا هنا في سيوة. صحيت الساعة تقريبا 6:30 على بال بقى ما قمت وخدت شاور وكده وكده. الساعة دلوقتي 7:15 بالظبط، وانا هنا ما لبست شوية كده، لسه الجو لابس تقيل لحد دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده الأوضة اهي، بصوا دايما بتبقى الاسقف هنا معموله من الجذوع بتاعه النخل، بتبقى شكلها حلو قوي قوي. كل حاجه هنا بشكل بدائي بسيط، مفيش تلفزيونات مفيش اي حاجه، حاجه كده تانية خالص. بصراحه الحياه هنا حاجه تانية خالص، حاجه جميله. يعني انا لابس شتوي لحد دلوقتي، يعني حاجه غريبه، بالنهار ببقى لابس صيفي قوي. هنا يا جماعه المناخ قاري بجد، هو المناخ كده فعلا هنا قاري، بيكون برد قوي بالليل وحر بالنهار. الدنيا هنا الصبح بدري، الصبح بدري هنا بقى ايه الدنيا يا جماعة حاجة تانية خالص. بصوا كده على الشروق، بصوا كده منظر خرافي، منظر يجنن. هنا بقى من الحاجات اللي انا عرفتها امبارح لما كنت معاهم، هما هنا طبعا كلهم امازيغ ما عدا قرية واحدة هي اللي فيها العرب من اولاد علي، لكن الباقي كلها هما 5 كرة، الاربع كرة التانيين امازيغ، وهم كلهم عبارة عن 11 قبيلة، 11 قبيلة امازيغ، وكل قبيلة وليها شيخها، وهما اللي بيحتكموا بينهم وبين بعض يعني بشيخهم. تمام، الحياة هنا ابسط مما تتخيله واجمل مما تتخيله، منعزلين تماما تماما. اللي مضايقني بجد البيوت دي اللي طالعة بتشوه منظر البيوت التانية، اللي بتشوه منظر التراث الأمازيغي أو شكل جمال سيوة اللي موجود هنا في مصر. الحلو في الأمازيغ هنا حاجتين لقيتهم بجد فعلا، إن هما انتمائهم وحبهم إن هما أمازيغ، وانتمائهم وحبهم إن هما مصريين. يقولك إحنا أمازيغ وإحنا مصريين، عندهم الحاجتين حلوين قوي، يعني تحس ان هما الاثنين انتماء واحد عندهم. احنا امازيغ بس احنا مصريين، زي برضو اخواتنا في النوبة احنا نوبيين احنا مصريين، احنا بورسعيدية احنا مصريين، وهكذا.
دلوقتي يا جماعة أنا هنا في جبل الموتى. هنا لازلت هنا في جبل الموتى، دي مقبرة سي امون. سي امون اهي ديت المجلس الاعلى رجاء بعدم اهوت. دي المقبرة، المقبرة ديت من اجمل المقابر اللي موجودة في الجبل الموتى. هنا سي امون هو كان من البطالمة، واضح ان هو واضح يعني حتى الجدارية اللي بتذكر جوه المقبرة انا ما قدرتش ادخل اصور جوه لانه ممنوع نهائيا جوه. هي اجمل مقبرة في جبل الموتى موجودة هنا، او نقدر نقول في سيوة كلها على الاطلاق. الدكتور دي من اكتشافات الدكتور احمد فخري الله يرحمه. المقبرة دي يا جماعة الجميل فيها ان هي بتصور سي امون، واضح ان هو كان حاكم الاقليم، يعني الجدارية اللي كانت موجود فيها وظيفته دي اتسرقت تقريبا، الانجليز سرقوها الله اعلم حاجة زي كده. بتصور عندنا كل حاجة، بتصور عندنا المحكمة الموتى، بتصور عندنا كل حاجة بتخص الموت. فيها مزيج أول لوحة بس على إيدي الشمال اللي هي الطابع اليوناني، والباقي كله بالمصر القديم. وحتى الدكتور أحمد فخري الله يرحمه كان بيقول إنه من الواضح إن هما جابوا متخصصين من المصريين القدماء هنا، مفيش أي أخطاء خالص. المقبرة فعلا جميلة جدا، اللي يجي جبل الموتى هنا يسأل ويدخل ضروري على مقبرة سي أمون أو سي أمون اللي هي موجودة هنا في داخل المقبرة. طبعا يعني عايز أقول لكم إن كان للأسف الشديد برضو إن تم تكسير فيها، لأن في العصور القديمة بعد كده لما كان بيبقى حد عاوز يموت مش كانوا بيعملوا كانوا يكسروا في الجنب ويدفنوا، يكسروا. هتلاقوا عشان كده هتلاقوا في هنا بواكي من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال، فمكسرة ومهدمة في النقوش الموجودة. ده الكلام ده من عصور قديمة يعني، برضو عشان بس ايه الصورة تبقى واضحة. دي برضو من ضمن المقابر اللي كانت موجودة اللي هي اليونانية والرومانية. طبعا النقوش ضعيفة قوي قوي زي ما انتوا شايفين هنا داخل جبل الموتى. وزي ما قلت لكم ان سمي جبل الموتى علشان حتى كان في جماجم وعظام بتبان، وتعدد المقابر اللي كانت موجوده. دلوقتي انا هنا قدام المكان التاريخي العريق اللي هو الاصل للامازيغ في مصر.
شالي المكان العريق اللي عمره حوالي ما يقرب من 700 سنة، أقدم مكان في المنطقة هنا، وده الأساس أهل سيوة اللي هو يعتبر امتداد للأمازيغ المصريين اللي كانوا عايشين في مصر. دي يا جماعة شالي اللي هي من ضمن الثلاثة شالي اللي موجودة هنا في سيوة، شالي اللي أنا فيها دي اللي هي شالي غادي، وفي اللي هناك اللي بعيدة دي لو تبصوا هناك كده دي شالي أغرمي، وفي واحدة ثالثة كمان اسمها شالي الجارة يعني، عشان دي شالي غادي من القبيلة، وشالي أغرمي قبيلة أغرمي، وشالي الثالثة، وده جبل الموتى اللي احنا كنا بنصور عليه. ودلوقتي زي ما انتم شايفين شالي غادي اللي احنا فيها دي من اقدم شالي اللي موجودة على الاطلاق، نبص عليها كده. والمأذنة دي يا جماعة دي مأذنة المسجد الملحقة بشالي، وده يعتبر اقدم مسجد موجود هنا في واحد سيوة كلها على الاطلاق، لانه عمره تقريبا من عمر شالي اللي هي من مئات السنين، تقريبا من حوالي 700 سنة. عندنا يا جماعة هنا قلعة شالي دي قديمة جدا زي ما قلتلكم كده، وزي ما انتم شايفين المنظر من هنا رائع ازاي. قلعة شالي هي محصنة، وكانت محصنة بشكل، والتاريخ اتكلم عليها، كانوا اهل سيوة زمان بيسكنوا هنا وعايشين هنا على جبل مرتفع، علشان ان هما يقدروا يحصنوا نفسهم من اي غزو يجي، لان دي كانت زمان خالص امتداد طريق الحرير اللي كان بيجي بقى من زمان من الصين، ويمر بقى على اسيا والجزيره العربيه، وكانت هي امتداد. فكان في بعض العصابات بتحاول ان هي تيجي على هنا، زائد ان بعض القبائل اللي كانت بتيجي من الشمال بتحاول ان هي تغير من هنا على هنا علشان ياخدوا من الخيرات اللي معروفه جدا بيها سيوة. لكن اي حد كان بيحاول ان هو يغير على هنا كان بيفشل. ليه؟ لان في بير عميق مطلع مجموعه من العيون الميه من قلب شالي من هنا، وهي اللي حاليا بتغذي الباقي هنا. ده بالاضافه ان انتوا شايفين كده يا جماعه، بصوا شايفين البيوت ديت، البيوت دي زمان ما كانتش موجوده، دي كانت ارض فاضيه، والنخل اللي موجود ده هو اللي كان موجود، فكانوا بيجيبوا الاكل ويرطبوه وينشفوه ويبقى مخزون لطول السنه. انتوا متخيلين لمده سنه؟ فهم عندهم التمر وعندهم الاكل وعندهم الميه جوه القلعه نفسها موجوده. لذلك موسى بن نصير لما جه هنا يعني ساعة دخول العرب حاول ان هو يدخلها، معرفش، فضل لمدة اسبوعين ويئس وكمل على شمال افريقيا، وناس كتيرة حاولت ان هي تغزو مننا كانوا بيعجزوا. حتى محمد علي باشا لما اتى مع الشمشير، بعت الشمشيرجي باشا، وكان بعت ما يقرب من 1000 جندي وحصرها لفترة ورجع، وبعد كده هو اتفق مع الأمازيغ على الدخول هنا وأصبحت تبع المركزية المصرية من هنا. دي قلعة شالي الجميلة اللي انتوا شايفينها، الأثرية الرائعة. We'll be right back.
ده يا جماعه بقى واحد برضو من ضمن الابيار، ودي كانوا بيجوا من هنا. بصوا كده ركزوا معايا، بصوا من هنا اهو ده البير اهو، بصوا غويط قوي تحت ازاي، تمام. وكانوا بيجوا من هنا وبيسحبوا الميه بالشكل ده، ويجوا من هنا كده ويتوضوا في الحته ديت ضمن الابيار اللي كانت موجوده هنا في شاهي. من هنا من قلعه شالي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو مش مشترك في القناه ما تنساش تدوس سبسكرايب او اشتراك في القناه، واشوفكم على خير مع فيديوهات تانية لسه كتيره جايه في سيوه الجزء من مصر، واشوفكم على خير. السلام عليكم.